زمان وانا صغير كنت دايما بدور على الكتالوج او سر الخلطه بتاعت الناس الناجحه، قلت لو عرفت الحكايه دي انا اكيد كده عديت. مع خبره الحياه والعمر اكتشفت ان مفيش كده اصلا، ان كل انسان خد ستيب في حياته او نجح هو عنده السر بتاعه وعنده احداثه وعنده الحاجات اللي حصلت في الخلفيات اللي واجهها عشان يوصل للمكان اللي هو فيه دلوقتي. واتنقل فضولي ان انا بقيت عاوز اعرف دلوقتي هو ايه السر بتاع كل واحد ناجح، وانا دايما بجري على الناس الناجحه عشان اعرف اسرار. بس انا عاوز اشارككم المواضيع والحكايات دي، ولذلك انا قررت اعمل بودكاست امورك طيبه نستضيف فيه كل الناس اللي امورها طيبه، نتكلم فيها على البعد الانساني ليهم وايه المشاكل اللي قابلتهم وبيتعاملوا ازاي مع لحظات الضعف ولحظات الانكسار ولحظات الحزن ولحظات الفشل وحتى لحظات النجاح، ونقل لكم كل الخبرات دي. نستضيف ناس من مراحل عمريه مختلفه وتجارب حياتيه مختلفه، ونشوف يمكن تلاقي واحد شبهك يحل لك حكاية انت دلوقتي واقف فيها. هنقدم لكم بودكاست امورك طيبة في اطار انساني، هتخليله طبعا لايت كوميدي لان احنا اكتشفنا ان عندنا ضيوف دمها خفيف جدا. ان شاء الله تستمتعوا بالحلقات ويمكن كلنا نبقى امورنا طيبة. سلام.